Diwan FM 91.2. La compétition, il est au 48 heures. Et lui, on a donc le kick-off. Lui, on a besoin de les trois contraintes. Et lui, on a l'inu du dialogue, ou l'objet, ou le personnage qui va se mettre dans le film. معناها, ما لازمهم يجيبوا personnage, معناها يحطوها هما. وإلا مربوطين بثلاث كونترانت احنا نعطيوهم لهم قبل 48 ساعه بدقائق معناها. واليوم الحمد لله حصلنا 34 فريق مشارك معناها حطمنا رقم قياسي نتاع الدورات اللي فاتوا. اليوم باش نعطيو معناها لي كونترانت امبوزي اللي هي جمله الحوار لين ديالوج البيرسوناج ان بيرسوناج والوبجي ويعملوا معناها لي جروب لي تيراج او سور دي جور دي فيلم كل واحد واحد. باغ اكزومبل ثلاث كونترانت معاهم جور كوميدي والا درام والا رومانس سا ديبون هو زهر باش يتيحلو فوالا وتبدا العد التنازلي 48 ساعه يبداو اليوم جوست بعد ما يكملوا ياخذوا لي 3 كونترانت ويبداو. هذايا ثاني مره نشارك في 48 اكسبيريونس مزيانه برشا عملناو تعدت لنا زاد حاجه مزيانه خذينا بها دوزيام بري عملناو وسنين نحب نشارك علاش ليه باش ناخذوا بريمير بري يعني وان توكا نحن باش نخدموا على رواحنا ونحاولوا نخرجوا حاجه مزيانه تشرفنا نحن قبل كل شيء الجروب احنا تحنا عملناو الجونر كوميدي تم اكتو ليبر معناها عمل حر عمل جماعي لانهم الكلهم تبارك الله عملوا لي زيكيب نتاعهم اكيد انه من خلال هذه الافلام باش نكتشفوا عديد وعديد من المواهب هما برشا تبارك الله اكيد انه فيهم اللي مش يواصل العمل نتاعه وانا شفت ولا صغير عمره سنه 17 سنه عملناه عمره 16 وقاعد يعاود يشارك وما ايش اللي ما ربحش عملناه دونك الاهميه هي الاكتشاف والاهميه انه الشباب ينطلق في الـ في الـ في الابداع المواضيع ولو انها امبوزي ولكنها حره فما عديد من المواضيع والمهم جدا هما تو لي جون كل الافلام وكل انواع الافلام مسموحه باش ينجموا يجربوهم في 48 ساعه عمل صعيب جدا ممكن حتى اصعب من فيلم طويل او فيلم قصير بالمقومات نتاعو الكلاسيكيه اللي نعرفوها دونك فما دي زيليمون اللي هما امبوزي وهذه مهم جدا تكمل الاكزرسيس يولي اصعب لانه فما اكثر ابداع ولكن فما اون ميم تون قوائم مشتركه لازم يتمحور حول الافلام الكل. كل واحد عمل تيراج سو في الجونغ سينماتوغرافيك نتاعو و مازلنا كاعطيناهم زاد الاسم اللي لازم يستعملوه لازم لي بيرسوناج نتاعهم يكون عندهم اسم خليل ولا خوله نجم مش حتى البيرسوناج برانسيبال نجم حتى سكوندير ولا واحد متعدي اسمه خليل ولا خوله مي خليل ولا خوله هذم لازمهم يكونوا فنانين لي زارتيست وفما جمله لازمكم تحطوا جمله في الفيلم يا مقروءه يا مكتوبه فرنسي ولا عربي ولا انجلي وانا ننصحكم كل كان تسمعوا فيا لي بارتيسيبون تدخلوا على السيت وتقراوا مليح لي جونغ نتاعكم باش في الاخر ما تمشيوش في ثنيه غالطه. فخري معاه وراه عديد وعديد من الافلام الطويله واليوم اللي هو من اهم لي مونتور نتاع الفيلم دونك سي بيان دافوار سيت ايكيب بور جوجي دي فيلم وربي ربي يعينهم وانا فرحان برشا انه حتى رجوعي الى كما نقولوا للسينما باش يرجع في قبل ما نصور الفيلم نتاعي اني نكون في لجنه تحكيم لافلام كيف ما هذه.